يقدر يكون مسلك بنادم يقدر ما يسلكوش، باش كاينين شي وحدين اللي مساكن ما فهمتش حاد الراس ويقطع، فهمتي يعني الدراري اللي قارين واعين راه تبارك الله فهمتي، راه بنادم راه غيقطع من الباساج بيطو رياض الغرامه اللي داروا فهمتي شنقول لك اي في حد داشا مزيانه وما مزيانهش فهمتي، كاين اللي غيهرب ليه كاين اللي غي ما كاين اللي غيبغي يقول ليه اش خلص غرامه ما غيبغيش فهمتي، ولكن البنادم الا كان واعي راه غيقطع من الباساج بياطون فهمتي، ما غاديش ما فهمتي الدراري ولاد الشعب فهمتيني راك عارف ما غيبغيش يوقف هذه حاجه باينه غيهرب ليه فهمتي، غيلقاو معاهم صعوبه فهمتيني، اما في بنادم اللي قاري واعي راه تبارك الله راه يقطع من الباساج بياطون. نشوف بانه خاص اولا تحرير الملك العمومي، لانه بالنسبه للانسان اللي غيمر من الممر ديال الراجلين يعني كيدوز منه ولكن ما كيلقاش فين يدوز، خاص هذاك تحرير الملك العمومي هو الاول اللي خصو في الاحياء الشعبيه. اولا هذه المساله كنشوفها من ناحيه خاصها اشهار، خاص انشان بيوعى يعني الناس يعني كثير ما عارفينش القانون، يعني خاص يديروا وصلات اشهاريه يديروا تحسيس ديال المواطنين وعاد داك الساعه يمكن نطبقوه تدريجيا باش كلشي الناس يحترموا قانون السير، خاص حتى الراجلين يحترموا قانون السير، حيت اغلب الحوادث اللي كتكون مع راجلين هو حيت ما كاينش تروطوار، كون داروا ليه التروطوار كنمشى فيه. بالنسبه للقضيه ديال انه يقطعوا الشانطي ب 25 درهم اللي ما قطعش راه حشومه وعيب وعار، يقدروا يديروا جمعيات ويديروا منتديات ويفهموا بنادم، لان بنادم راه كاين ما قاريش كاين ما عارف شنو كاين ما عارف شنو كاين غادي، خص بنادم يوريه ويعلموه ماشي 25 درهم فلوس كلشي فلوس كلشي غرامه كلشي كذا فهمتي، وتنطلب الله يرحم بالوالدين يخدموا الشباب هي اول حاجه، شوفوا الشباب شنو باغي يخدم ولكن خدم ولا ما كايناش، ماشي 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 شوفوا 25 راه كاين ما قدرش كاين ما لقى ما ياكل والله كاين ما لقى ما ياكل قصر حنايا حنا بالضبط حنايا حنا ما لاقين ما نخدموا فعمر 26 عام ما خدام باغي ندير الاسره باغي نتزوج حتى تخرج لي 25 درهم نقطع الشانطي من هنايا وشوف لي الخدمه شوف لي شي اللهم انا لا متفق مع هذا القانون انا اخويا، لان هذا القانون هذا الا جرى به العمل غادي يكون الانسان يحترم قوانين السير، فهمتني ماشي مخالفه كبيره اللي غادي تضر المواطن فهمتني، وغادي تكون بهاد البادله طيبه على الجميع، واللي خلف القانون ولا شي حاجه يخلص هاد ال 25 درهم، الانسان احترمته احترم ممر الراجلين ضروري منه، ولكن الا ما كانش ممر الراجلين الانسان غيكون يعرف الحق اللي عليه واللي عليه، يعني نورمالمون شنو غادي يدير الا كان هذا يخلف هذا القانون هذا ويخلص 25 درهم ما يبقاش فيه الحال باش يقللوا الحوادث ويقللوا ماذا وما يضرش المواطن ويخدم الصالح العام. هاد القضيه انا معاه، ولكن قبل ما غادي تكون شي حاجه خصهم يعلموا بعدا كاين المواطن باش يكون على بال، وفهمتش المواطن يكون على بال يعرف بها من حق الدوله ماشي مشكل، ولكن المواطن يكون على بال وتكون واحد التوعيه اللي غتخسد دم واحد المده طويله مده واحد العام تقدر تشدها العام ولا هادي باش بنادم يحس بها ويدخل ليه مع العظام ديالو، على باش ديك الساعات راه طبقش عليه القانون ماشي مشكل، انا تفاجات بها البارح حتى انا سمعت تفاجأ باقي ما وقفوكش بعدها باقي ما وقفونيش الحمد لله، انا عندي طوموبيل ما كاين علاش يوقفوني، هي راه مزيانه من واحد الناحيه هي مزيانه علاش حيت ما كتكون غادي بالطوموبيل كيقدر بنادم يجي قدامك ولا شي لعيبه ولا هادي تفاجئ به، الا كانت القضيه ديال البياطون بحال ما كدا راه مزيان، ولكن كيف ما قلت لك خصها تكون واحد العمليه تحسيسيه اللي خصها تدوم واحد المده طويله حتى يفهمها بنادم ويستوعبها مزيان مده تقدر تا عام تا عامين، المهم بنادم تدخل ليه مع عظام وديك الساعه راه طبقتي القانون ماشي مشكل، اما باش مفاجاه بنادم تا تصبح مطبق عليه القانون انا تفاجات بها انا البارح تفاجات بها، صيفط لي واحد الدري صاحبي شتا في واتساب شتا ما تقبلتهاش في الصراحه لانها مفاجاه للشعب، الشعب الله يحسن العوان بنادم يلاه كاين اللي غادي في الطريق ما هز معاه تا درهم عاوتاني كاين شي بلايص ما فيهمش خصك الا بغيتي بيطون خصك تمشي واحد المده واحد المسافه طويله باش تلقاهم، خص البنية التحتية وخص البنية التحتية وخص عملية تحسيسية تدوم واحد المدة طويلة. أنا بان ليا كيهضروا على الحق، هذا الشيء قانوني خاصهم يدوزوا من ذوك الخطوط البيضين، هما اللي يقطعوا الطرق من ذوك الخطوط البيضين. عندنا في قنيطرة بنادم بعدا كاع ماشي يقطع الباساج بيطون، حنايا خص بنادم يبقى يخرج معاه وقال شي 1000 درهم عندنا في قنيطرة باش بنادم، حنا عندنا بنادم ماشي يقطعش نيشان، عندنا شي يقطع بنادم تيديرها هكا فهمتيني، حنا ما عندناش حنا ماشي نعترفوش كاع قنيطرة، أي واحد تشوفه في قنيطرة ماشي يعترفش بالتريطوار ولا شي حاجة، هذا حنايا خصنا نبقاو نخرجوا معنا 1000 درهم في النهار هذا واد باش علياش
على البياج. وحنا راه بنادم، حنا بنادم كاع 1000 درهم راه كتخلص بها بنادم في الشهر، 25 درهم راه بنادم تمشي تلقى شي يمشي يضرب عليها تماره، ويجي الله جاي شاده ضربه في جيبه، غيجي واحد يقول له حبس تقطع 25 درهم، ويمشي يدوز هذيك يقول له عطيني خلصني ديك السيام ديال اديني اديني الفوريان، ولا بعد راه غياكل تما عندهم وغيشرب، راه ماشي بحال بنادم، راه ماشي بحال